إذا نذهب بكم إلى ملف يتعلق بأطباء الاختصاص في القطاع العام. على ما يبدو أن ثمت تعليمات جديدة جعلتهم يشعرون بالضيم، وبالتالي لجأوا إلى مجلس النواب إلى سعادة النائب منصور مراد للحديث عن همومهم وتبني قضيتهم. للحديث عن هذا الموضوع معنا على الهاتف سعادة النائب الأستاذ منصور سيف الدين مراد. مساء الخير سعادة النائب. مساء الخير. مساء النور يا هلا. يعني على ما يبدو أن أطباء الاختصاص في القطاع العام لجأوا لك، ما هي القصة؟ ما القضية؟ ما الذي يعانون منه؟ أين الوجع؟ الوجع في أنه الحكومة ممثلة بوزارة الصحة تخالف القانون، مخالفة صريحة، قانون المجلس الطبي الأعلى الأردني والقانون القوانين الأردنية تمنع أي طبيب أن يزاول مهنة الاختصاص بدون أن يكون لديه مسمى، لاحظت، بدون اعتراف في المجلس الطبي. ومع ذلك هؤلاء الأطباء الاختصاص الذين تخرجوا من الجامعات من جامعات مختلفة في العالم، عندما حصلوا على الاختصاص وقدموا إلى الأردن عمل معظمهم في وزارة الصحة. التعليمات في وزارة الصحة عندما يسجل الطبيب يتعين الطبيب يتعين تحت مسمى طبيب عام وفقا للقانون، لكن بعد أن تم تعيينهم تحت مسمى أطباء عامين أجبروا على ممارسة اختصاصاتهم في كل مراكز أو المستشفيات في الأردن، وعددهم ما يقارب كبير جدا، يعني بحدود 1000. هؤلاء الأطباء يمارسون ليل نهار اختصاصاتهم في مختلف الاختصاصات، تخدير، نسائية، باطنية، عظام، أطفال، كل اختصاصاتهم. طبعا هون أولا هم الآن بدون غطاء قانوني، ليس لديهم يعني أي حماية تحت المساءلة الطبية. أي طبيب فيهم يتم الشكوى عليه حتى لو أنقذ حياة مريض يعتبره القانون مجرم ويحاكم تهمة جرم. إذن وزارة الصحة تخالف القانون، تستعبد هؤلاء الأطباء لأنه بيأخذ راتب طبيب عام وبيشتغل حوالي أكثر من 80 ساعة في الأسبوع، وهذا مخالف لقانون العمل وحقوق الإنسان. وعندما يعالج المريض تأخذ الحكومة فاتورة كشفية طبيب خاص، طبيب اختصاص. يعني تستعمل الحكومة. هؤلاء الأطباء بلا حماية يمارسون اختصاصاتهم والحكومة لا تعترف باختصاصاتهم. يعني لما بتقاعد الطبيب بعد 15 سنة برجع طبيب عام، تصور 15 سنة وهو بمارس اختصاصه تخدير أو جراحة أو أطفال أو نسائية، بعدين برجع طبيب عام. في أي دولة في دولة بالعالم هكذا تمارس وتستعبد الأطباء؟ طيب. حكومة تخالف القانون، تستعبد الإنسان، تضرب بعرض الهاط حقوق الإنسان، تستعمله يعني تحت حجة سوء. بنقول له من الحكومة ليش؟ بقول لك ما هذول ما قدموش امتحان وما نجحوش في المجلس الطبي. أو شهاداتهم من جامعات إحنا يعني لا نثق فيها. طب ليش بتسلموا أرواح الناس؟ أنت بتهين هذا الطبيب، بتهين اختصاصه، وبنفس الوقت ما بتعترف فيه وبتقول له عالج الناس. هل قد يعني مستهتره في أرواح الناس وفي الأطباء؟ طيب سعادتك، ما هي الإجراء القادم؟ يعني نعم، شو إجراءاتكم القادمة الآن؟ احنا الاجراءات قادمه. خاطبت انا رئيس الوزراء بمذكره ورسائل وكشوف واسماء بكل هذا، وتناقشت معها 3-4 مرات. في وعود لا تلتزم فيها الحكومه،
والأطباء اقترحوا حلين، أن حتى يحموا حالهم قانونيا، إنه الوزارة تعترف فيهم تحت مسمى أخصائي اختصاصي مؤهل، اختصاصي مؤهل، حتى تحميه يصير محمي بالقانون. أو تهديدهم الآن نحن ننتظر جواب رئيس الوزراء ووزير الصحة، إما هذا المسمى أو بدهم يطالبوا يرجعوا أطباء عامين. تصور أنت الوزارة التي تفتقر، واعترف وزير الصحة أكثر من وزير صحة بأنه الحكومة، تصور في كل مستشفيات الأردن فيش غير اختصاصي واحد أورام، شايف؟ وزارة الصحة تفتقر لاختصاصيين. تصور هدول الألف طبيب لما بيرجعوا بقولوا إحنا بدنا نرجع بناء على المسمى اللي تعيننا عليه أطباء عامين، ستنهار وزارة الصحة. ومع ذلك الحكومة ضاربة الأمر بعرض الحائط. نعم. إما الاعتراف بمسمى اختصاصي مؤهل، أو سيعود هؤلاء الأطباء ليعلنوا يعني أنهم أطباء عامين ويتوقفوا عن العمل. نعم. بدي أفهم ساعتها رئيس الحكومة شو بدي أعمل، وكيف ستنهار وزارة الصحة. نعم، وضحت. بدي أشكرك شكر جزيل على كل هذه التوضيحات. شكرا لك سعادة النائب الأستاذ منصور سيف الدين مراد، حدثنا عن قضية أطباء الاختصاص في القطاع العام، ويعني تفصيلات كثيرة حول هذا الموضوع سنتابعها أيضا في قادم الأيام. نذهب إلى وقفة قصيرة ثم نعود.